الصيني يجب أن يكون حازم فومينغ. وحتى هذه اللحظة لازالت الأمور كذلك عزيز المشاهد. استقلال يعني في أرضه قابل أندية الإمارات 8 مرات في أرضه، عنده فوز وحيد فقط، عنده 5 تعادلات، عنده خسارتين، يعني رصيد أندية الإمارات عندما يقابلون الاستقلال في هذا الملعب أزادي. شوف شعب عاشق لكرة القدم، شعب عاشق لكرة القدم. شيء عجيب، اي والله شيء عجيب. شوف هذا لما يقول لك الجمهور وما يفعله الجمهور ودور الجمهور وصوت الجمهور وتأثير الجمهور واللاعب رقم 1، هذا مو باللاعب رقم 12، هذا اللاعب رقم 1. يعود المشافة.